خوتي معكم قادة عيساوية حرة. من طبيعة الحال الحمد لله تحياتي لجميع الناس اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش. غزلان جيت خصيصا من الديار الأوروبية تضامنا ومؤازرة مع هاد الطفلات هادو القصر اللي تعرضوا للتحرش الجنسي، والبعض منهم للأسف تعرضوا للاغتصاب. هما 20 طفلة تقريبا من طرف بيدوفين، ولكن اللي كنستنكروا هو بالشدة أن العائلات ديالهم أنهم قبلوا على أنهم يتاجروا في شرف وليداتهم وشرف ديك البنيات مساكن، وأن البيدوفين في حين أن البيدوفين ملي حضرنا في الجلسة مباشرة هنا في المحكمة أنه كيشوف فينا واحد الشبهة مستفزة، ويعني ما ندمش على داك الشيء اللي داير، هذا الشيء اللي كيحس في النفس وفرحان وكيشوف فينا زعما ها انتم جيتوا من بعد شغا تربحوا. حنا من هذا المنبر كنطالبوا من 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 زعما من الناس المغاربه يتضامنوا معنا، حيت هاد البنيات هادو للاسف الا خذلوهم والديهم راهم ولادنا حنا كمغاربه، وهما تيمثلوا الجيل المغربي القادم، تيمثلوا مستقبل البلاد، واللي قاسهم غادي يقيس وليداتنا حنايا ويقيس وليدات يعني خوتنا وليدات جيراننا وليدات المغرب بصفه عامه. كنستنكروا بشده الخذلان ديال العائلات اللي خذلونا حنا كمغاربه اللي جينا نتضامنوا معاهم وما جاوش يطالبوا بحق ولادهم. طلب الدفاع لقيام الخبرة الطبية من جديد، لأنه بعض الأطفال لم تتم الخبرة أو الملف ديالهم ديال الخبرة الطبية غير موجود بالملف، وهذا ما عرفتش إهمال من أي طرف، ولكن إن شاء الله القادم غيعطينا تحقيقات جديدة وغيعطينا أدلة جديدة. الجديد في الموضوع اليوم أنه الأم اللي تنقدم لها أكبر تحية اللي أثبتت بجدارة أنها الأم المغربية اللي تدافع على وليداتها بشراسة، فهاد الأم الوحيدة اللي تتحضر الجلسات اليوم وقع لها إغماء من شافت المجرم، وطبعا هذا ناتج على واحد المعاملة، واحد ماشي معاملة، واحد النظرة من المجرم لأم الضحايا، لأن هي تقريبا هي وأسرتين اللي بقاو ما عطاوش تنازل أو باقي ما تنازلوش على ولادهم، كانت يشوف فيهم واحد النظرة خبيثة وواحد النظرة إجرامية. يعني أنا بالنسبة لي أنا تنقول هذاك المجرم إلا خرج يعني أكيد غيقوم بشي جريمة حدا أخرى، لأنه هذاك الإنسان ماشي طبيعي ماشي سوي. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.